الاكتليفارماسي هو في الاساس الفكره جات من حوجه الناس، يعني الناس كانت بتتعب شديد في انها تلقى دواء، فتليفارماسي اتولدت من الحوجه دي، وفرت عن البحث عن الدواء اللي هو بتربط طالب الدواء بالصيدليه عبر التطبيق. التطبيق بيقوم بالبحث اوتوماتيكلي عن الدواء، بوفر الدواء، تليفارماسي بتقوم بتوصيل الدواء للعميل. تصور الدواء أو تصور الروشتة بتاعتك، ترفعها في التطبيق، بعد ذاك العمليات التانية بتحصل، يا يعني إما تتصل في الرقم بتاع الكول سنتر اللي هو 63 16، يا يعني إما عن طريق الصفحة في الفيسبوك ترسل لهم في الماسنجر، فالطلب بيترفع عادي وبتواصلوا معاك، بعد ذاك يتابعوا معاك العمليات كلها لحد ما الدواء يوصلك. التطبيق فيه ميزة جميلة نحن بنعتبرها هي من الميزة الأساسية في التطبيق، اللي هي خدمة التبرع. خدمة التبرع هو بيقوم عميل بالتبرع بدواء فايض عن حوجته لصالح زول عنده حوجة للدواء، وبتكون العملية دي كلها بتكون مجانية، يعني متبرع وزول بيستفيد من الدواء، وتليفارماسي بتقوم بتوصيل الدواء مجانا كله في الآخر.